الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. أهلا بكم طلاب الصف السادس الثانوي مع حل تطبيقات على الوحدة الثانية المصادر من كتابنا كتاب الأضواء صفحة 65. تخير الإجابة الصحيحة مما يلي: أكرم الرجل ضيفه، ضع مكان النقط مصدر الفعل الوارد في الجملة السابقة مضبوطا. أكرم فعل ماضي رباعي مبدوء بالهمزة على وزن أفعل، مصدره إكرام على وزن إفعال. يبقى احنا خدنا رقم جيم، يبقى واحد خدنا رقم جيم. اتنين، كرمت المدرسة طلابها الفائقين، ضع مكان النقط مصدر الفعل الوارد في الجملة السابقة مضبوطا. كرم مصدر كرم فعل ماضي رباعي مزيد بالتضعيف، فعل ثلاثي فعل ماضي رباعي على وزن فعل، مصدره تفعيل، يبقى تكريما، كرم تكريما. طبعا إكراما مصدر الفعل أكرم، تكرم ما ينفعش، كرما مصدر كرما كرما، يبقى احنا هناخد تكريما. اتنين خدنا رقم جيم. تلاتة، تسلم الطالب جائزته، ضع مكان النقط مصدر الفعل الوارد في الجملة السابقة مضبوطا. تسلم فعل ماضي خماسي مبدوء بالتاء، مصدره تسلما، طبعا تسليما الفعل بتاعه سلم، سلما سلم مسالمة سالما، بنا هناخد تسلما. خدنا رقم دال. تلاتة خدنا رقم دال. أربعة، سالمنا الأعداء، ضع مكان النقط مصدر الفعل الوارد في الجملة السابقة مضبوطا. سالم فعل ماضي رباعي، مصدره مسالمة، يبقى احنا خدنا رقم باء. أربعة خدنا رقم باء، مسالمة. خمسة، تقدمت العلوم، ضع مكان النقط مصدر الفعل الوارد في الجملة السابقة مضبوطا. تقدم فعل ماضي رباعي مبدوء بالهمز مبدوء بالتاء، فعل ماضي رباعي مبدوء بالتاء، يبقى مصدره تقدما، مضموم ما قبل الآخر، يبقى تقدما، يبقى احنا هناخد رقم دال. خمسة خدنا رقم دال. طبعا تقديما فعله قدما، اقداما اقدما، قدوما قاديما، قدما تقدما، يبقى خمسة خدنا رقم دال. ستة، قادما ابي من السفر نقط، وقدم لنا الهدايا نقط. ضع مكان النقط مصدري الفعلين الواردين في العبارة السابقة على الترتيب: قادم أبي من السفر، قدوما، يبقى نحن نستبعد ألف إقداما ونستبعد جيم بادئ بتقديما، يبقى قدوما قدوما باء ودال. وقدم لنا الهدايا قدم تقديما، يبقى احنا خدنا رقم دال. ستة خدنا دال، قدوم قدم قدوم، وقدم تقديما. سبعة، سبعة، قال ناجي ويأبى الوفاء علينا اندمالا، ويأبى التذكر أن يشفقا. حدد ما يلي ما ورد ذكره في البيت السابق. مصدر سماعي عندي وفاء، وفاء يبقى عبارة صحيحة. مصدران قياسيان خماسيان، عندي اندملا اندمالا، وعندي تذكر التذكر، يبقى كده عبارة صحيحة. مصدر مؤول في محل نصب مفعول به، ويأبى التذكر أن يشفق، التذكر فاعل، شفقة يشفق شفقة، ويأبى التذكر الشفقة، يبقى احنا هناخد في محل مصدر مؤول في محل نصب مفعول به، يبقى احنا خدنا رقم دال. الثلاثة صحيحة، يبقى احنا سبعة خدنا رقم دال. تمانية، أدخل كلمة مسعى في ثلاث جمل، بحيث تكون في الأولى اسم زمان، والثانية اسم مكان، والثالثة مصدر ميمي. أو أقول الصباح، أنا عايزين اسم زمان، يبقى الصباح مسعى العمال إلى مصانعهم. اسم مكان، المصانع مسعى العمال للعمل. مصدر ميمي، سعى العمال مسعى حميد لتحقيق لزيادة الإنتاج، لزيادة الإنتاج. هنا المصدر الميمي مسعى
اضع مكانه سعيا يستقيم المعنى، يبقى كده مصدر ميمي. يبقى احنا خدنا اسم الزمان الصباح مسعى العمال الى مصانعهم، اسم مكان المصانع مسعى العمال للعمل، مصدر ميمي سعى العمال مسعى حميد لزيادة الانتاج. تسعة، ادخل كلمة اشتراكية في جملتين بحيث تكون في الاولى مصدرا صناعيا وفي الثانية اسما منصوبا. المصدر الصناعي لا يوصف به، يعني اتي بها اي اعراب غير النعت او المعطوف على نعت. اشتراكية سر تقدم الشعوب. الحياة الاشتراكية سر تقدم الشعوب. يبقى الاشتراكية مبتدأ، يبقى مصدر صناعي. الحياة الاشتراكية نعت، يبقى اسم منسوب. هات ثلاث جمل، عشر، هات ثلاث جمل تشتمل كل واحدة منها على صورة من الصور الثلاث للمصدر المؤول مبين الموقع الإعرابي في كل جملة. نقول المؤول، المصدر المؤول عبارة عن ثلاثة أشياء، أن زائد الفعل المضارع، ما زائد الفعل، أن زائد اسمها زائد خبرها. أقول يعجبني أن تجتهد، يكون المصدر الصريح بتاعه يعجبني اجتهادك، يبقى المصدر المؤول في محل رفع فاعل. هنا مثلا إن ما قاله المعلم مفيد، أعجبني، أعجبت بما قاله المعلم، أي بقول المعلم. يبقى المصدر المؤول في محل جر اسم مجرور. يعجبني أنك مجتهد، أي اجتهادك في محل رفع فاعل. 11، صفحة 66 من كتابنا كتاب الأضواء، حل تدريبات المصادر للصف الثالث الثانوي. من المروءة مناصرة الضعفاء ومحاربة المنحرفين، حد من العبارة مصدرا رباعية. المصادر الرباعية أفعال إفعال، عندي فعل مفعل أو فعال، فعل تفعيل، فعلل فعلل، مصادر رباعية. عندي مصدر رباعي، عندي مناصرة فعلها ناصرة، ومحاربة فعلها حاربة، ما ينفعش مروءة، يبقى انا هناخد رقم د. يبقى 11 خدنا رقم د الاولى والثانيه، المصادر الرباعيه مناصره ومحاربه. 12، التضحيه من اجل الوطن فيها انكار الذات. ميز من الاجابات التاليه اوزان المصدر الرباعي في العباره على الترتيب مما يلي: التضحيه على وزن التفعله، يبقى انا هنبعد الف ونبعد كمان جيم ونبعد د، اتفضل عندي رقم ب فقط. تضحية على وزن تفعيلة، إنكار على وزن إفعال، يبقى 12 خدنا رقم باء. 12 خدنا رقم باء. 13، قال تعالى: وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل. اختر نوع المصدر فيما تحت خط في الآية الكريمة مما يلي: أخذهم، أخذ، أخذ، مصدر لفعل ثلاثي، يبقى بعدنا ألف وبعدنا باء، اتفضل عندي جيم واتفضل عندي دال. واكلهم برضو اكل، اكل مصدر لفعل ثلاثي، يبقى احنا خدنا رقم جيم. 13 خدنا رقم جيم. 14، قال الشاعر: الا ان ظلم نفسه المرء بين، اذا لم يصنها عن هوى يغلب العقل. من المصادر السماعيه في قول الشاعر: المرء ده اسم ذات، ليس مصدر، العقل اسم ذات، النفس اسم ذات، يبقى ظلم مصدر لفعل ثلاثي، يبقى احنا خدنا رقم ب. 14 خدنا رقم ب. 15،
احترام كبير السن من الإيمان ما تحته خط مصدر نوعه آمن إيمان مصدر لفعل رباعي. أما أمنا آمينا أمن مصدر سماعي لفعل ثلاثي. يبقى إيمان مصدر لفعل رباعي، يبقى احنا خدنا رقم ألف 15، خدنا رقم ألف 16. يجب أن يهتم معلم الطلاب بغرس القيم الأخلاقية في نفوس طلابهم. إذا حولنا المصدر المؤول إلى صريح في العبارة تصبح الإجابة أن يهتم، أي اهتمام. يبقى يجب اهتمام، ما ينفعش أن يهتموا، يبقى يجب اهتمام. وما بعد المصدر المؤول إذا حول إلى صريح يكون مضاف إليه، يبقى ما ينفعش معلمه، أقول ما ينفعش معلمون، يبقى احنا خدنا رقم باء. يجب اهتمام معلم الطلاب بغرس القيم الأخلاقية في نفوس طلابهم. اهتمام فاعل مرفوع علامة رفع الضمة، معلمي مضاف إليه، مجرور علامة جر الياء، وحذفت النون للإضافة، والطلاب مضاف إليه. 17. لكل جواد كبوة. والجملة الثانية: نظر العالم إلى النجوم نظرا. ميز الإجابة الصحيحة لما بين القوسين من التالي: جواد كبوة، كبوة على وزن فعلة، فعلة اسم مرة، مفعش هيئة ولا مصدر ثلاثي ولا اسم هيئة، يبقى نحن ناخد 17. خدنا رقم دال كبوة اسم مرة على وزن فعلة، نظرا مصدر لفعل ثلاثي. أما نظرة يبقى ده كده اسم مرة، يبقى احنا كده 17 خدنا دال. 18. قال تعالى: فأخذهم أخذة رابية، ما تحت خط أخذهم أخذة، أخذة على وزن فعلة، يبقى اسم مرة. يبقى 18 خدنا رقم ألف اسم مرة. 19. قال تعالى: فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم، ما تحت خط نظر نظرة، نظرة على وزن فعلة اسم مرة. 19 خدنا رقم باء. 20. كرم المولى علينا بفضائله. ميز مما يلي الكلمة المناسبة مكان النقط: يتكرم، تكرم ماضيه تكرم، يبقى مصدره تكرما. يبقى 20 خدنا رقم جيم، تكرم تكرما. 21. إذا دل الفعل الثلاثي على مرض يأتي مصدره على وزن فعال. يبقى 21 خدنا رقم باء، فعال زي سعلى سعال، زكما زكام. 22. قوميتنا العربية ومبادئنا الوطنية من أهم الأسس التي يجب مراعاتها عند تربية الأبناء. المصدر الصناعي في الجملة السابقة: قوميتنا مبتدأ، يبقى مصدر صناعي. المصدر الصناعي لا يوصف به يعرب أي إعراب غير النعت أو المعطوف على نعت. عند الوطنية نعت، يبقى اسم منسوب. العربية نعت، اسم منسوب. تربية مصدر لفعل رباعي، يبقى انا هناخد رقم ألف. 22 خدنا رقم ألف. 23. صفحة 67 من كتابنا كتاب الأضواء. ميز الجملة التي تحتوي على اسم هيئة. اسم هيئة يكون على وزن فعلة. اختلس الطالب النظر إلى الإجابة اختلاسة، ده اختلس اختلاس، ده اسم مرة. تناول المريض جرعة من الدواء فعلة اسم مرة. جلست إلى العالم جلسة على وزن فعلة اسم مرة. يمشي المتكبر مشي على وزن فعلة، يبقى احنا خدنا رقم 23 خدنا رقم جيم. 24. كذب محترم نفسه. احرص على محترمك للآخرين، كن محترما بين الناس، ما تحت خط على الترتيب. المهذب محترم، محترم اسم فاعل لأن ما قبل آخره مكسور، يبقى احنا هنستبعد ألف ونستبعد دال، يبقى عندي باء ويبقى عندي جيم. يبقى اسم فاعل محترمك، احترامك مصدر ميمي،
يبقى كده عندي الاثنين برضو مصدر ميمي. كن محترما، محترما اسم مفعول، يبقى احنا كده هنبعد باء يتفضل عندي جيم. محترم اسم فاعل، محترمك اسم مصدر ميمي، محترما اسم مفعول، يبقى 24 خدنا رقم جيم. 25 اياك والانعزالية، واحذر ان يكون فيك توان او فتور. تحتوي الجملة على مجموعة من المصادر حددتها على الترتيب. اياك ده مفعول به، ده ضمير. الانعزالية طبعا مفعول به، مفعول به، يبقى مصدر، مصدر صناعة، هنبعد ألف ونبعد جيم، يبقى عندي باء دال بادب مصدر صناعة. واحذر أن يكون فيك توان، توان توان، مصدر لفعل خماسي، فتر فطور، مصدر لفعل ثلاثي يعني سماعي، يبقى احنا خدنا رقم دال. 25 خدنا رقم دال. 20 ميز الجملة التي تحتوي على مصدر ميمي. الصدر مستودع الأسرار، اسم مستودع، اسم مكان. السر مستودع عند ذي الأمانة، مستودع اسم مفعول. أحسن مستقبلك لضيوفك، هنا شيل مستقبلك وضع استقبالك، يبقى مصدر ميمي. المساء اسم، المساء ملعب المباراة، اسم زمان، يبقى احنا هناخد رقم 26 خدنا رقم جيم. رقم جيم، أحسن استقبالك، أحسن مستقبلك لضيوفك. 27 ارتقي بفكرك كما ترقى، كما ترقى أجدادك وساد العالم بأسره. 27 ارتقي بفكرك كما ترقى أجدادك وساد العالم بأسره. المصدر المؤول في العبارة السابقة مصدره الصريح، كما ترقى، يبقى ترقى ترقي، ترقى ترقي، أقول كترقي، يبقى خدنا رقم باء. 27 خدت رقم باء. 28 لا تتكاسل عن العمل والكفاح والموسب إلى القمة، ما تحت خط على الترتيب. كافح كفاح، مصدر لفعل رباعي، يبقى احنا بعدنا ألف، بادي بثلاثي، يبقى كفاح مصدر لفعل رباعي، التلاتة بدين مصدر لفعل رباعي أو مصدر رباعي، التلاتة بدين بمصدر رباعي. والموسب إلى القمة، الموسب على وزن المفعل، ضع مكانها الوثوب، يبقى مصدر ميمي، يبقى 28 خدنا رقم دال. الكفاح مصدر رباعي، الموسب مصدر ميمي. 29 قال شوقي نيل المطالب بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا غلابة. في البيت السابق مصدران رباعيان ومصدر ميمي، ما فيش هنا مصادر رباعية غير كلمة غلابة، يبقى احنا هنبعد ألف. مصدر ثلاثي نيل ومصدران خماسيان، ما فيش غير مصدر خماسي واحد، يبقى بعدنا باء. مصدر سماعي ومصدران قياسيان، ما فيش مصدران قياسيان، يبقى 29 هناخد 29 هناخد 29 يبقى جيم. مصدر سماعي ومصدران قياسيان، مصدر سماعي اللي هو نيل، مصدران قياسيان التمني وغلابة، يبقى احنا ما ينفعش هنا، ما فيش ثلاث مصادر قياسية، يبقى احنا خدنا رقم جيم. 29 خدنا رقم جيم. قال الشاعر أيام يخذلني أمامك منطقي، فإذا سكت فكل شيء قيل. ما تحت خط منطقي نطقي، وضعنا المصدر الصريح مكانه، يبقى مصدر ميمي، يبقى 30 خدنا رقم دال. 30 قال ابن الرومي حملت أنفا يراه الناس كلهم من ألف ميل عيانا لا بمقياس، لو شئت كسبا به صادفت مكتسبا أو انتصارا مدى كالسيف والفاس. في البيتين السابقين مصدر ميمي مقياس، ومصدر رباعي انتصار، طبعا العبارة خطأ، مقياس اسم آلة وانتصار مصدر خماسي، ببعدنا ألف. مصدر سماعي عيانا ومصدر ميمي مقياس، طبعا مقياس اسم آلة وليس مصدر ميمي، ببعدنا باء.
عندي مصدر ميمي مكتسبة أي اكتسابة، بوضع المصدر الصريح مكانه، وانتصار مصدر خماسي يبقى ده كده عبارة صحيحة، مصدر صناعي كسبا واسم مرة مكتسبا، يبقى احنا هناخد رقم جيم. 31 خدنا رقم جيم. 30 صفحة 68 من كتاب لكتاب الأضواء. قال العقاد: أين من زفرة المحب نسيم طالما هز مهده بيمينه؟ ما تحته خط زفرة على وزن فعلة اسم مرة، يبقى احنا خدنا ألف. 33 قال تعالى: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. الجملة الثانية: يبذل أبي جهده لآمن بطش الزمان. آمن مصدر ما تحته خط على الترتيب، آمن إيمان، آمن إيمان، وآمن إيمان، يبقى احنا خدنا رقم جيم. 33 خدنا رقم جيم. 34 قال الشاعر: فتلقى الحياة بالبشر فالعيش نعيم إن لم تكن شيطانا. مصدر ما تحته خط تلقى، يبقى تلقيا، يبقى 34 خدنا رقم ألف، تلقى تلقيا، يبقى خدنا رقم ألف. 35 لا مفر من الوقوف أمام الله والحساب يوم القيامة، ما تحته خط على الترتيب، لا مفر كان هنبعد ألف ومبعد جيم ومبعد دال. 35 هيبقى عندي رقم باء فقط اسم مكان، وحاسب حساب، حاسب حساب ومحاسبة، يبقى احنا خدنا مصدر رباعي، يبقى احنا هناخد رقم باء. 36 قال الشاعر: رغم العواصف والشواطئ والقفار هل آن للحلم المسافر أن يكف عن الدوار. في السطرين السابقين يبقى في محل رفع فاعل، في محل رفع فاعل، ب 36 هناخد رقم دال في محل رفع فاعل. 37 ما أروع أن يتوحد محب السلام. سوق من المصدر المؤول في الجملة السابقة مصدرا صريحا وغير ما يلزم. يتوحد ماضي توحد، يبقى توحد، ما ينفعش التوحيد، توحيد، يبقى اتفضل عندي دال واتفضل عندي ألف. بعد تحويل المصدر المؤول إلى صريح، ما بعد المصدر الصريح يعرب مضاف إليه، يبقى هنستبعد كمان محبه، يبقى ناخد ألف. 37 خدنا رقم ألف، ما أروع توحد محب السلام. 38 قال الشاعر: لمن تطلب الدنيا إذا لم ترد بها سرور محب أو مساءة مجرم، بين المصدر الميم الوارد في البيت السابق، محب اسم فاعل، مجرم اسم فاعل، سرور مصدر سماعي، سر سرور، يبقى مساءة أي إساءة، يبقى مصدر ميمي، يبقى 38 خدنا رقم دال. 39 ما أروع أن يلتقي حكماؤنا على كلمة سواء، بعد تحويل المصدر المؤول إلى مصدر صريح بسياق الجملة السابقة، يلتقي الماضي بتاعه التقى، يبقى مصدره التقاء، يبقى هنبعد لقاء ونبعد تلاقي وملاقاة، يبقى أنا هناخد التقاء وحكمائنا، الهمزة على نبرة لأنها مجرورة، يبقى 39 خدنا رقم باء. 40 قال الشاعر: وكم من قولة عندي وتأبى لها حسن الوفادة أن تقال. المصدر المؤول في محل تأبى حسن الوفادة قولها، تقول قولها، يبقى في محل نصب مفعول به. 40 استحباب استلاب الأموال واستراق السمع والاستماع للشائعات تدمر المجتمعات. حدد مصدرا لفعل السداسي في الجملة السابقة. استحباب استحب، يبقى سداسي، استلاب استلب أصلها سلب، يبقى ده خماسي، استراق استرق خماسي، استماع استمع خماسي،
يبقى احنا هناخد رقم ألف. 41 خدنا رقم ألف. 42 تزاكى السارق ولكن أمره قد فضح. المصدر الصريح من الفعل تزاكى، تزاكى هو تزاكي، يبقى تزاكيا. هنحذف التنوين، نحذف حرف العلة يبقى تزاكن. يبقى 42 خدنا رقم ب. أتمنى إن شاء الله تكون استفدت معايا. لو عجبك الفيديو إعجاب وشارك الفيديو مع زملائك، وانتظرنا في القادم إن شاء الله.